ناس كتير ما تعرفش ان الشاعر العظيم مأمون الشناوي كتب اغاني شعبيه مهمه جدا للفنان الكبير احمد عدويه. وانت دلوقتي بقى بتقولي لي عوض بدوي برضه شاعر كبير، فدي حاجه جميله ان الشعراء الكبار يكتبوا اللون الشعبي ده. مين من الشعراء التانيين اللي انت تعرفيهم؟ يعني مين تاني كتب لك غير عوض بدوي؟ يعني شعراء تانيين، في شعراء مخصوصين للغنى الشعبي صح؟ في احمد الشريف، في احمد منسي، في اللي بيكتب لشعبان عبد الرحيم طبعا، اللي هو اسلام خليل. طبعا خليل. طبعا ده على فكره ده يعني عايز اقول اللي هو ايه يعني بيجيب التايهه زي ما بيقول. والله يعني حلوه، بيجيب التايهه دي، تسمع تنفع مطلع غنوه والله العظيم. فظيع اسلام. لا اسلام جميل على فكره، اسلام شاعر كويس على فكره كمان، يعني مش بغض النظر عن الاغاني الحلوه اللي بيعملها، هو كمان شاعر عاميه كويس. عموما يعني عمل لك حاجه اسلام؟ عمل لي اغنيه بس جريئه شويه قوي. يعني جريئه ازاي؟ يعني هتضيع؟ لا يعني مش جريئه. كلامها صايع شويه يعني. طب ما تقوليها، مش غنيتيها؟ اغنيتها. طيب خلاص، امال ايه؟ نقول كلام اسلام ولحن عصام كريكه. تمام. خبطت راسي في الحيطه، عملت لك دوشه وزيطه، خبطت راسي في الحيطه، عملت لك دوشه وزيطه، وانت مش عايز تسمعني ومتنك على طول، طلعت لك نار من بقي، عملت لك حوف الدقي، طلعت لك نار من بقي، عملت لك حوف الدقي، وانت في التقل معلم ولا بتلغ ولا بتقول، نفسي اجرب مره احط السكر بره، نفسي اجرب مره احط السكر بره. الله الله. طب وايه الجرأة يا جميلة يعني؟ ربنا يخليك. عملت له البدع يعني، الراجل هتعملي ايه ده اكتر من كده يعني؟ ربنا يخليك. طب قولي لي يا هدى، انت بتسمعي المطربات الشعبيات الجداد اللي يعني اللي من نفس جيلك؟ طبعا. بتسمعي مين؟ أمينة مثلا؟ بحب أمينة جدا، وصديق وصديقة شخصية كمان. وبوسي طبعا. يعني الاثنين حبايبي، والاثنين صوتهم حلو، وكل واحده مميزه. أمينة جميله، كانت عندي ضيفه هنا، شخصيه جميله ودمها خفيف قوي جدا، فظيعه. طب انا هسألك سؤال بقى، يعني هي قالت لي عليه بعد ما، مش بتعرفي تقلدي مطربات؟ مش قوي اللي يعني، مش قوي صراحه. بس يعني بس تعرفي شكلك، بس مش عايزه، مش عارفه انا خايف صراحه. خايف يعني مثلا لو بتغني، لو انغام بتغني هتغني ازاي؟ لا ما اعرفش. تعرفيش بجد؟ لا ما اعرفش يعني ما اعرفش اقلدها. لا تعرفيش؟ طب ما تعرفي تقلدي مين؟ قولي بس، ما تتكسفيش. انت حر، انت حر هنا، انت حر تقلدي اللي انت عايزاه. قولي لي. ممكن اقلد حكيم. قلدي حكيم. وقومي اقفي لو عايزه على فكره، نقول يعني ما تتقيديش قوي بالقعده اللي احنا قاعدينها دي. نقول حكيم مثلا. اصل حكيم حبيبي قوي يعني. طب وماله، ما حبيبنا كلنا. ولا واحد ولا 100 ولا 1000 و300 ولا كل الدنيا دي ولا مليون، ده حبيب القلب هو واللي ساكن. سقفوا له، سقفوا له، سقفوا له. هو حكيم صح ولا لا؟ على صح. الحركات بتاعته اللي هي انت مثلتي مش كده؟ مثلت. مثلت في ايه وايه 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 وايه؟ مثلت مع الفنانه الكبيره الهام شاهين. في نظرية الجوافة. ومثلت مزاج الخير. مزاج الخير مع مصطفى شعبان. ومثلت طبعا مع العملاق رمضان اللي فات، محمود عبد العزيز. في جبل الحلال. جبل الحلال. شفت نفسك في التمثيل؟ صراحة حبيته. حبيت التمثيل. حبيته. حبيت التمثيل. يعني انت عارف انا كنت يعني انا من زمان. سبحان الله. يعني انا مثلت بس من زمان قوي، كنت بقى قاعدة قدام التلفزيون واشوف الممثلين اقول طب كل الكلام ده بيقولوه ازاي؟ يعني انت بتعملي كده وتلاقيني واحس والاقي ان انا مثلا في ممثل او ممثله بتعمل حاجه الاقي عملت زيها، عارف الرياكشنات. يعني انا مش عارف ايه.
عارف يعني حاجات كده غريبة يعني. واقعد اقول لهم ما بيحفظوا ازاي كل ده يعني الكلام ده كله، وانا في حتة انا يعني انا في حتة كمان مش سهل ساعات احفظ وساعات بنسى يعني فاهم، ممكن تكون اغنية معروفة قوي بس انا مش يعني مش فاكرة مش مركزة في الكلام يعني بالظبط. فلما جالي اتعرض عليا التمثيل فبقيت مترددة طب انا هليق طب يعني هنفع طب الناس هتتقبلني. مين اللي اختارك اول مره عشان تمثلي اول مره يعني؟ اول مره اختارني شكلك مش فاكره اسم مامتك مش لا انا في حته وحشه فيها يعني شكلك كده مش فاكره اسم. ما علينا ما علينا ما علينا. وانت بتمثلي مع الاستاذ محمود عبد العزيز مثلا حسيتي بايه بقى وانت بتمثلي؟ ان برهبه لا هو بصراحة هو فنان جميل طبعا بجد فنان جميل ويدي النصيحة للي قدامه وخدني قعدت انا وهو لوحدنا يعني بعت لي وقعدت معاه وقال لي ايه يا هدهود عاملة ايه وقريت الدور وعايزة اقول لك الدور ده دور يعني دور تقيل ودور جامد وانا عايزك يعني تثبتي وجودك فيه مش مجرد ان انت بتقولي كلام وخلاص حست الكلمه يعني بقى يقول لي نصايح بجد انا بقيت متنحاله عارف انت والله قيمه كبيره وكمان كبير جدا ومش ممكن وبعدين بقيت اقعد اتفرج عليه ايه ده لا طبعا محمود عبد العزيز يعني وانا يعني وانا من النوع اللي بحب اشوف اللي قدامي يعني عارف اللي بقيت عندي حب استطلاع عايزه اشتري من الفنان اللي قدامي او الفنانه اللي قدامي اللي بتمثل قدامي يعني هي اكيد محترفه في التمثيل وعندها خبره كبيره جدا فبقعد اركز بتستفيدي منها يعني يعني منها عارف انت ساعات انا بتكسف عارف ساعات بتكسف بس غريبه مع ان انت على المسرح حاجه تانية سبحان الله يعني ساعات اتكسف لكن اما اجرى اقول طب شوفوا فلان ده جريء ازاي طب ما هو بيقول اهو وانت كل اللي انت فيه ده وشايفه نفسك مش جريئه ما لو كنت جريئه كنت لا بقول لك ايه بقى ما تنقش يعني بعد كل اللي فيه وانت على المسرح تقولي مش جريئه يعني انا يعني لا فما خدت نصايح الاستاذ محمود وفعلا ركزت وانت عارف ان هو ما بيعديش الهفوه لا طبعا يعني حتى انا بقيت اقول له حلو لا يبقى عايز يعيد من نفسه تاني يعني بقول لي يعني في كان في ساعات شطات والله ما بنعيدها تخيل بقى والله برافو عليك وبعدين انا كنت امسك النص بقى اقعد احفظ مش عايزه اقول لك بقى كميه القرايه ولو انا عندي شغل وعندي مثلا اسكندريه بورسعيد منصوره افضل طول الطريق رايحه جايه عماله الا بس يعني برافو عليك احفظ عليك عشان وساعات تيجي لي احساس اعيط مش عارفه احفظ عشان والله العظيم تلاقي مش عارفه احفظ وفجاه الاقي نفسي اجي اقعد اذاكر تاني الاقي نفسي بقول لوحدي اللي انت بتسمع لي كنت امسك صاحبتي بقى يعني عارف انت مطلعه عينها يعني او حد شغال معايا في الفرقه اطلع عينه من التحفيظ سمع لي سمع لي لحد ما الاقي نفسي ان انا بقول من غير ما ابص في ورقه خلاص. ربنا يوفقك يا هدى طبعا وتنجحي وتكسري الدنيا ممثله كبيره زي ما انت تجربه جميله يا رب. انت بتتفرجي على ستار اكاديمي والحاجات دي يعني بتشوفي منها حاجات؟ لا مش دايما صراحه. طب ليه ما بتعملش ستار اكاديمي شعبي يعني انت مش يعني المطربات الشعبيات او المطربين الشعبيين اولا لهم جمهور كبير جدا جدا على مدار العالم العربي كله طبعا وكل الفئات بتسمعه ليه تتخيلي ان هم ما بيعملوش ستار اكاديمي للغنى الشعبي؟ ما انا اظن البرامج اللي هي اللي بتتعمل للمواهب الجديده في ناس بتطلع تغني فيها شعبي ماشي بس انت قصدك تتعمل يعني برنامج مخصوص بس يعني اكيد اتمنى مش كده طبعا واعتقد هتطلع اصوات جميله حتى طبعًا. مش بس في مصر يعني في غنى شعبي فلسطيني وفي غنى شعبي في كل المناطق طبعا يعني اتمنى طبعا مش كده اجمل صوت شعبي من بتوع زمان اللي كنت بتحبهم ايه؟ بحب محمد رشدي يا سلام طبعا عدويه طبعا ده اساسي مين عدوية طبعا اساسي بحب محمد رشدي وبحب العزبي وفي ناس صوتها كان زؤنن بس جميله زي يعني ليلى نظمي يا جباره عايدة الشاعر يعني كنت احب اقعد اتفرج عليهم بتحب دمهم خفيف دمهم خفيف زيك انت دمك خفيف ربنا جدا بحب بدريه السيد طبعا بداره بداره طبعا غني لها ايه او اول ما اختبار يعني اختبرت في الاذاعه والتلفزيون عشان اعتمد مطربه سالوني ان انا اغني يعني شعبي لبدريه السيد ايه بقى غنيت اللي طلعت فوق السطوح لا
انا ما كنتش للاسف حافظه لها غير الاغنيه دي، وما جازفتش لاني مش حافظاها، لان الحاجه اللي مش حافظاها ما بحبش اجازف فيها. طبعا يعني. عشان تركزي بس في الغرب يعني في الكلام. مش الاسم انا عايز ارد اللي قدامي او لجنه، فانا لازم لا يعني اقول الحاجه اللي انا عارفاها. طب بتقولي موال حلو، انا سمعت كده الراجل سالك بتعرفي تقولي موال، قلت له بقول موال يعني بقول. طب قولي لي موال. يا قلبي سيبك من اللي حبه ليك بيذل، كل ما شوقك يزيد له شوق قلبه ليك بيقل ويقل. يا الله يلا خير، يا الله كله خير، زعلان يقول لي يعتب عليا اهو راح وسابني ما سالش فيا. طب كان عاتبني كان حاسبني وما كانش سابني اشتاق اليك. يلا 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 خير، يلا كله خير. الله 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 الله. اتعرضتش عليك حاجات تمثيل قريب؟ كان في سيت كوم اسمه نهارك سعيد، انا خلصته. وعايزه اقول لك مفاجاه يعني، ده وش وشك بقى الحلو عليا. وانا جايه لك جالي فيلم والله والله، وانا هخلص معاك وهروح امضي العقد. فيلم ايه بقى؟ قولي لنا عشان انا لسه ما اعرفش تفاصيله والله. طب مين اللي كلمك؟ شركتي وانا اقول لك. طب خلاص عشان الحسد. خلاص خلاص. لا والله انا سايبها على الله، ما بخ يعني بس يعني افرض ما توفقتش. لا لا ان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله، ما تقلقيش. لا لا خلاص ما تقوليش، بس ربنا يوفقك ان شاء الله. لا واضح ان انت حابه التمثيل، لان انت يعني فرحانه ان انت جالك فيلم. حبيته صراحه. حبيته. وبعدين انا عندي بابا بي بي بيحب الممثلين قوي والله قوي، يعني كنت اشوفه ببقى قاعد يعني منبهر بالممثله اللي قدامه، عارف انت يعني يحب فريد الأطرش كطرب موت، فريد شوقي مش ممكن، هدى سلطان يا نهار ابيض، انا اقعد اشوف ابويا وهو بيتفرج على هدى سلطان ده يعني مش عارفه. لا لا ما هو مش عارفه ليه. ما هو انت عايزه اقول لك على حاجه، ما هو دول اللي اثروا في وجدان الشعب العربي كله، وهم دول اللي بيفضلوا جوانا، هم دول اللي لهم تاثير. يعني دايما كنت اقول مثلا، اقول حد يعرف وزير المعارف ايام نجيب الريحاني؟ ما حدش يعرف اسمه، بس الناس كلها عارفه نجيب الريحاني طبعا، وهو ده اللي باقي طبعا. فطبعا اللي بيعمله باباكي يعني سلم لنا عليه طبعا، لما الله يسلم تحيه مننا ليه، ربنا يخليه. ان الطبيعي ان دول ساكنين وجداننا من واحنا صغيرين لغايه ما بنكبر، ونحس ان دول اساطير يعني طبعا. بس حبه لفريد الأطرش ده بقى، احنا في ناس يعني في مجموعه محبي فريد الأطرش طبعا، انا بعشقه. وإلا يعني وإلا يعني طبعا كل اعماله بامانه كل اعماله قديم يعني حديث. طب بتحب تغني ايه لفريد الأطرش؟ انا بموت فيه اصلا. تحب تغني ولا ما تبقاش حافظه له حاجه؟ لا يعني حافظه له يعني حافظه له. طب غني لنا حاجه لفريد الأطرش بقى. مش قوي. لا لا يعني خلي احنا هنا برنامج اسمه معاك حجازف. لا قولي بس قولي. من حرمش من حرمش العمر من عطفك عليا، يلي حبك من السماء اجمل هديه، من حرمش العمر منك يا حبيبي. الله الله الله. مش عايزه بقى اخش. الله الله الله. اصل غنوه جميله كمان. طبعًا. غنوه طبعًا. جميله طبعا. انا مش حافظه الكلام بس بس الغنوه تجنن، اللحن بديع بتاع فريد الأطرش الحقيقه. بابا له حق يحبه يعني. طب ربنا انت عندك في اسرتك بيغني مثلا بابا ماما؟ انا بابا على فكره مؤذن في الجامع. صوته حلو جدا والله. ما هو اكيد لازم يبقى فيه يعني اثر. ومامتي صوتها جميل. طب الحمد لله ان بابا صوته حلو بيأذن في الجامع، لان احنا الحقيقه بنتأذي من الناس بتأذي في الجامع صوتها وحش قوي. لا بس هو مش اخوان يعني. لا لا هو اللي بيأذن في الجامع لازم يبقى اخوان. لا لا اطلاقا. انا بقول يعني اقصد ان في ناس بتأذن في جامع وبتبقى صوتها مش حلو. ايوه بالظبط كده. على فكره يعني استغفر الله العظيم يا رب بيضايقوني. ذنوب بيضايقوني يعني. بالظبط يعني. عشان كده بقول لك كويس ان بابا صوته حلو بيأذن في جامع. كمان البحر درويش على فكره كان بيأذن في جامع برضه طبعا. ده حاجه جميله يعني ان
حد لما يبقى صوتك حلو بتأذن في جامع بتخلي الناس تحب الأداب. شوفي لما بتسمعي عبد الباسط الصمد طبعا، حافظ الألقاب طبعاً، والشيخ سيد النقشبندي طبعا، بحلاوه بتحب الدين وتحب الأذان. ورسول عليه الصلاة والسلام نقى سيدنا بلال علشان صوته حلو طبعا، ما قالش لأي حد اطلع أدن. هم بقى مش قادرين يفهموا كده الحقيقة يعني، طبعًا. يعني طول الوقت والدين سهل وجميل صراحة. يعني انت عملت اغنيه الام مش كده؟ عملت اغنيه ده على اساس انت ام، انت ام مش كده؟ انا ام عادي. جميله جميله، ربنا يخليها لك. عمرها قد ايه؟ هتمي 5 سنين الشهر يا حبيبتي، ربنا يخليها لك. غنيتي ايه بقى؟ انت غنيتي لمامتك ولا غنيتي عشان انت هتبي ام؟ والله بص يعني غنيت لمامتي وغنيت لبنتي. طب غنوتين؟ غنيت لمامتي وغنيت لبنتي. احب ده ايه فيهم؟ لمامتك طبعا، غني الاثنين، غني لنا لمامتك وغني لبنتك. نقول ما هو هقول لك على حاجه يعني، لما ربنا رزقني ببنتي طبعا انا امي وابويا واهلي نور عيني، ربنا يخليهم فاهم، بس لما انا ربنا رزقني بجميله انا مش عايزه اقول لك يعني تفكيري في امي بقى يعني اضعف 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 اللي الحب اللي بحبه لها. طبعا حسيت بقيمه الام يعني، احساس بنتي في حضني بقى يعني امي كان احساسها كده، خوفها كده، تعبها كده معايا، عارف انت بفكر في حاجات غريبه يعني. طبعا لا مش غريبه، على بنتي يعني يعني عرفتني يعني فعلا قد ايه الام بتتعب. قد ايه انت كنت غاليه عليها. طب غني لنا للام بقى. نقول لها طب ما انا غني لك لجميله عشان زي ما انت عايز اكتر. طيب ان انا غنيت لجميله، انت عارف عز الولد طبعا غني لجميله. نقول لها جميلة أحلى الأسامي حبيبة بابي ومامي، جميلة أحلى الأسامي حبيبة بابي ومامي، يا رب تكبر يا رب ويملى قلبها بالحب، يا رب تكبر يا رب ولما تكبر يا رب تبقى عروسة جميلة وحلوة وتقول مامي وبابي، تبقى مهندسة ودكتورة مش مطربة زي مامي. مش عايزة تطلع مطربة ليه؟ ليه مش عايزة تطلع مطربة؟ يعني كل واحد ممثل يقول لك مش عايز ابني يطلع ليه؟ لا ما انا هقول لك ليه. فضل يعني طلع صوتها اجمل من صوتك. ما انا ايه والله هي هتطلع فنانة على فكرة. طيب خلاص بس انا هقول لك ليه يعني وليه. احساسي بالكلمة عشان مهنتنا فيها تعب كبير قوي قوي قوي. وانت عارف اللي الواحد ما بقاش عايز يعني ابنه ان هو يتعب نفس التعب اللي هو تعبه، لكن هي لو طلع يعني عندها ميول فنيه انا مش هقدر طبعا. يعني انت يعني انت باباكي اكثر تحضرا واكثر فهما منك. يعني انا عايزه اقول لك كانت ماما تقعد تبرطمني عشان الامتحانات وعشان المدرسه، وانا لو عندي حفله وجيت اقول لهم ماما تقول لي لا. يعني شلت حفله في المدرسه بابا يقول لي ماشي ويدلعني، ياما دلعني في الصور وياما كان يجي يحضر الحفلات. وانا عايزه اقول لك على حاجه، انا وانا في المدرسه ما كنتش بغني اصلا، انا كنت بعزف. يعني كنت بعزف على الاكورديون في الطابور وعلى الاكسليفون بس. وفي الحفلات كنت بعزف والبنات والصبيان يغنوا. تمام. فجيت بنتي غابت تعبت فما بقتش تيجي. فالاغنيه بتاعتها ما يعني مين هيغنيها؟ المدرسه قالت يا ولاد هو مين صوته حلو؟ انا قلت لها انا يا ابله. ولا انا بقول هزار عارف انت؟ انا عايز اخش في قالت لي ايه يا هدى وانت بتعرفي تغني؟ قلت لها جربيني. طلعت قلت الاغنيه فعلا وغنيتها قالت لي انت اللي هتغنيها. بسم الله ما شاء الله. طب قولي لي انت دلوقتي عندك حاجه من الاثنين، عملت اغنيه وطنيه تمام، وجبت سيره الام، فعندنا ست الحباب يا حبيبه، تحب تغني فيهم عشان نقفل بصوتك الجميل ده الحلقه بتاعتنا؟ نقول عايز هتغني الاول اللي انت عايزه. لا اللي انت عايزاه، اللي انت ليكي مزاج تغني، بس عشان انا هقفل الحلقه بصوتك هنقول ان احنا بكره عندنا النجم الكبير والصديق وبرضه يعني ده ابنا، واضح ان احنا عندنا الاستاذ جمال سليمان النهارده فنان ومثقف معانا، بكره برضه النجم الكبير خالد النبوي فنان ومثقف ومهموم برضه بقضايا الوطن. استنونا بكره ان شاء الله في انت حر الخميس
ونهاية سهرة الأسبوع، وهنسمع هحييكوا وحيي هدى وأسيبها تغني عشان نقفل الحلقة على صوتها هي بالصوت. أنا استنانا وأنت حر، اتفضلي يا هدى. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل الطيبات، يا رب خليك يا أمي، يا رب خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة حبيبة. زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمر ليالي، ولسه برضو دلوقتي بتدي من عمر تاني. انا موت ساري وتنام شقري، انا موت ساري وتصحي شقري، وتصحي من المنام وتهم تقري. يا ربي خليكي يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. نغلتي في الأول عشان أنا مش حافظة.